السلام عليكم كل متابعي انور فلوغ. اليوم جاتلكم فيديو جديد دائما وابدا من قلب الحدث ومن دوله البرتغال. السوجي تاع اليوم هو فيزا ريشيرش ترافاي او تاشيره البحث عن العمل. هذه الفيزا راه فيها 120 يوم 4 موا وقابله للتجديد لمده شهرين 60 يوم، لكن لازم تعرفوا ان هذه الفيزا تقدر تدير لا دوموند عليها مره واحده في السنه فقط لا اكثر. كيفاش ندير الطلب عليها؟ اولا الطلب راه يبدا من الاي اف بي. وش هو الاي اف بي؟ الاي اف بي هو معهد التكوين والتدريب المهني في دوله البرتغال. هنا تحتاج الى ملء نموذج او فورميلير وين في السيت تاع الاي اف بي. هنا واش تحتاج؟ تحتاج يكون عندك ديبلوم تاعك، لي بروف تاع ليكسبيريونس في الدومان اللي راك تخدم فيه. ثالثا النيفو تاع لا لونغ، اي لغه اجنبيه ما يهمش، فرنسيه انجليزيه، المهم لغه اجنبيه. وهنا خليني نقول لكم على حاجه، ان هذا الفورميلير لازم تعمره بعنايه. طبعا اي انسان يقدر يعمر هذا الفورميلير، لكن لازم يكون مؤهل، لان الاخطاء اللي تنجم او الاخطاء اللي ترتكبها في هذا الفورميلير كي تكون تعمر فيه راح تنجم عن الرفض. وحاجه اخرى ثاني اللي نقولها، اللي هي ان كل ما الانسان يكون عنده لي ديبلوم ولي بروف اكثر، كل ما النسبه تاع القبول تاعه تزيد، ولكن هذا ليس بالضروري. من بعد كي تحصل على الموافقه، هما راه يرسلوها لك بار ميل، يرسلوا لك الموافقه في الايميل. تدخل في الخطوه الثانيه اللي هي الاجراءات طلب الفيزا، واللي كما نعرفوها فيها فورميلير وفيها طبعا صور فوتوغرافيه والسيره الذاتيه وما الى اخره، لكن احنا راح نركزوا على الاشياء المهمه. وطبعا راح نخليكم كل شيء في الديسكريبسيون. اولا لاسيرونس دو فواياج، اللي هي تغطي، لازم تغطي كل النفقات الطبيه في الفتره اللي راك مقيم فيها في البرتغال. الحاجه الثانيه اللي هي تذكره الذهاب والعوده، البيي، لازم تشري الي روتور. هذا راه مهم جدا، وكاين بزاف ناس راه يوقعوا في هذا الخطا، لذا احذروا. ثالثا اثبات الموارد الماليه اللي تعادل ما لا يقل عن مجموع 3 رواتب شهريه مجموعه كضمان لا اكثر. لكن هذه القاعده او هذا الشرط قادر يسقط كي يكون كاين واحد اترونجي مقيم في البرتغال او مواطن برتغالي يضمنك، او خليني نقول يتكفل بك. هنا هذا هو يكون هو الجارون تاعك، من لافامي تاعك، قادر يكون من اصحابك، قادر يكون المهم. لكن صدقوني نصيحه، يعني نصيحه من انسان والله يحب لكم الخير. شوفوا يا اخواني، كاين بزاف الناس نعرفهم انا ما كاش ديرها في راسه لوروب هذيك، خلاص باسكو ايس قالك صاي انا وما قدرتش فيزا وما كانش وما قدرتش. والله غير هكا، غير انسكرا في هذا السيت، وفق ربي، عيطوا له، اكسبتوه، من بعد كمل لي ديمارش تاعه، الحمد لله وفق ربي، وصل الى دولة البرتغال وخدمك واخطه. يا اخي يا اختي ما تقطعش لي ياس، راه هاد الحاجة سهلة وبسيطة وما تحتاج منك لا تعب ولا جهد ولا حتى حاجة. قادر هي تكون في سبب انك تجي اوروبا وتريقل لا سيتياسيون تاعك، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. والحاجة اللي مليحة ومليحة بزاف، اللي هي ان شركة كوسمو براتيكو راح تعاونكم في ملء هذا الفورميلير، باه تملؤوه بطريقة احترافية وتتجنبوا الرفض، وراح تساعدكم ايضا حتى في ملف الفيزا. واي انسان عنده اي استفسار او اي سؤال يقدر يتواصل معي على الانستغرام كالعادة. كان معكم انور فلوغ من قلب الحدث ومن دولة البرتغال. القاكم فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.